مشاهدينا، لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا من باريس دكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي. يعني بعد التحية دكتور مجيد، بعد 12 عاما يعني اليونان تتخلص من المراقبة الأوروبية لإنفاق الحكومة، ورئيس وزرائها يصف اليوم بالتاريخي. يعني كيف ترى تلك الخطوة في الوقت الذي تغرق فيه دول العالم بالأزمات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم؟ هي في واقع الأمر ليس هناك اختلاف بين الحكومة اليونانية والاتحاد الأوروبي، هذه خطوة منسقة وإن كانت لأسباب سياسية تفسر بعدة طرق، ولكن الاتحاد الأوروبي خفف من المراقبة نظرا لأن الاقتصاديات الأوروبية تمر بوضع صعب بعد جائحة الكورونا وبعد حرب أوكرانيا، وبالتالي فإن هذا يعني رفع هذه المراقبة بعدة أشكال صار ضرورية وصارت في واقع الأمر موجودة، ورفعت المراقبة على الميزانيات، رفعت المراقبة على نسبة التداين، ولكن ستعود هذه الأشياء بعد فترة لما تتعافى الاقتصاديات. هذه مسألة مرحلية بالنسبة لليونان، هي مسألة تاريخية صحيح، ويجب أن لا تكون المراقبة لها انعكاسات سلبية على ضعفاء الحال وعلى الناس الذين لا يمكنهم تدارك التضخم المالي الذي هو انقاذ في حياتهم اليوميه وفي امكانياتهم العيشيه. ولذا هذه المساله هي الان ضروريه، وهو علاج سيكون مؤقت ولكن سيكون علاج مهم جدا الى ان تتعافى الاقتصاديات الاوروبيه خلال السنه او السنتين القادمتين. يعني ومن واقع رصدك للمشهد العالمي بشكل عام ومتابعة آخر الإحصاءات التي تصدرها الدول بشأن اقتصاداتها خاصة الأوروبية، يعني كيف ترى مستقبل التكتل ومدى إمكانية نجاحه في عبور الأزمة؟ الاقتصاديات الأوروبية لها إمكانيات كبيرة من احتياطات مالية، من قدرات إنتاجية لتتغلب على التضخم المالي. التضخم المالي هو ضروري بالنسبة للاقتصاديات الحرة، لكن في حدود لا تزيد 2% لكي تضفي سيولة على هذه الاقتصاديات، فهي ضرورية. ولكن هي إن ارتفعت عن هذه النسبة هي تبقى مضرة، ولكن هناك آليات للتحكم في هذه النسبة العالية من التضخم، والاقتصاد الأوروبية لها الإمكانية. بعكس الاقتصاديات للدول النامية فإنها ليست لها كل هذه الإمكانيات للتدخل لكي تتحكم في هذه نسبة التضخم إذا ارتفعت، وهي مرتفعة الآن. ويجب على الدول النامية أن تنوع من انتاجاتها، يجب ان تغير في نمط التعامل مع الدول النامية، مع الدول المصنعة، لكي تاخذ منها امكانيات اكبر، وهو شيء مشروع. وفي المفاوضات الاقتصادية والمالية هذا الباب مفتوح ويجب استغلاله. هناك امكانية مثلا الان بان تزود مثلا مصر، ان تزود اوروبا في مسألة الغاز والطاقة، يعني حتى الطاقة الكهربائية، لأن هناك برنامج لربط شبكة الكهرباء المصرية بالشبكة الكهرباء الأوروبية، وهذا مهم جدا بالنسبة لمصر وبالنسبة لأوروبا، والتعاون يمكن أن يكون لصالح الطرفين، وهذا التعاون له كذلك انعكاسات سياسية مهمة جدا لكي تندمج هذه الاقتصادات في بعضها البعض، ولكي ترتفع نسبة النمو في الاقتصاد المصري، وكذلك تنخفض نسبة التداين ونسبة التضخم. صحيح. دكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا.